هو عند سارة في البيت، البنات متجمعين عشان بيجهزوا حاجات كتب الكتاب. حقيقة يا سارة أنا مش صابرة لحد يوم النتيجة. ومين سمعك يا عائشة؟ أنا هتجنن وأعرف، بس هانت بإذن الله، ما عادش غير كام يوم. طب هتقولي لياسين عن الموضوع إزاي؟ هقوله بعد كتب الكتاب بإذن الله. يا رب يطلع أخواتي يا رب. وبعد شوية مريم قعدت مع عائشة وراحت قالت لها: عائشة أنا استخرت ربنا، بصي قولي لأخوك إن يجي في أقرب وقت. عائشة فرحة: بجد بجد هتبقي مرات أخويا ونقعد مع بعض الليل ونهار؟ مرنة بضحك: آه زي ما أنا وسارة كده قاعدين مع بعض الليل نهار. وما أقولكيش بصراحة الموضوع حلو خالص. بتقلسي ليه يا بت أنتي؟ ده أنا فراشة. بالله عليكي لا تسكتي بدل ما أفضحك قدامهم. لا قولي بالله عليكي إيه اللي حصل بقى؟ بنكون نايمين في أمان الله وفجأة بلاقيها تقعد على السرير وبتسقف، وأقعد أقول لها: بتسقفي ليه؟ تقعد تقول لي: الفرح الفرح، بطني مش قادرة. يا نهار أبيض يا سارة، ده لو كان ياسين كان ضرب الكف خماس الأبعاد. هو أنت كده على طول؟ الله، وأنا مالي؟ هو اللي بيحصل لي أنا مش مدركة يعني؟ ده أنا بشوف العجب معاها والله يا جماعة. طب أنت قررتي إيه يا ميرنا؟ ميرنا بخجل: ها؟ لسه بفكر. الجواب باين من عنوانه، أنت أعجبت بيه صح؟ دي جبل يا بنتي، بتتكلم معاه كلمتين وتختفي، ده مش بيشوفها غير مرة في الشهر، لا وكمان بالنقاب، وتقول لي أصل بتكسف. ليه بس كده يا ميرنا؟ ده ذوقك يا حبيبتي، وكمان مش يمكن لما تتكلموا سوا ترتاحوا لبعض. ميرنا ببكاء: خايف، خايفة أتعلق بيه وما يطلعش معجب بيا، خايفة أتعلق أنا بيه وقلبي يتكسر. أنا عارفة إنه حلالي بس مش هقدر على بعد كده. يعني نفهم من كده إن أنتي أعجبتي بيه ولا لأ؟ ميرنا بخجل: أنا عديت المرحلة دي من زمان، أنا بتمنى أكون زوجته على طول من دلوقتي، بس أنا مش هقدر أفرض نفسي عليه. وفي الوقت ده كان معدي أدهم جنب أوضة البنات وسمع كل كلام ميرنا، وقال لنفسه: مش أنتي بس اللي أعجبتي بيها يا ميرنا، أنا كمان من ساعة ما شفتك وشفت أخلاقك أعجبت بيكي أوي. أنا هقربك مني بإذن الله وهخليكي تتعلقي بيا أكتر، وإنتي مطمنة إني مش هسيبك، وده وعد مني. وفي شركة عمر كان بيقولهم على قرارات: أولا سكرتير مش سكرتيرة يكون ليه، وتاني حاجة مسجد في المبنى من تحت عشان وقت الصلاة كل اللي في إيده حاجة يسيبها فورا ويروح المسجد يصلوا جماعة، والبنات اللي في الشركة اللي مش محجبة تتحجب، واللي مش عاوزة تتفضل تقدم استقالتها، والشباب يكون ليهم مكاتب والبنات مكاتب لوحدهم عشان ما يحصلش اختلاط. انا فخور بيك قوي يا عمر، حقيقي انت سهلت علينا حاجات كتير، بجد ربنا يجازيك كل خير. واياكم اعملوا حسابكم كاتب كتابي بعد يومين. عقبالي يا رب. انت يا عم مش كتبت كتابك؟ عاوز ايه تاني؟ عاوز اتجوز يا عم. عمر بضحك: يلا كل واحد يروح على شغله، يلا كده شباب احنا بنتطرد على فكرة. طب يلا بقى قبل ما نتضرب والمعلم ده يتحول. عمر بغضب مصطنع: تحب اقول لك هتحول ازاي؟ ما تقدرش يا ماي سويت هارت. عمر وهو بيشمر اكمامه: طب امسكوه يا شباب. الياس وادهم هجموا عليه وقال له: امسك كويس يا الياس. ياسين بصريخ: سيب ياض منك ليه؟ سيب بقول لك. عمر وهو بيمسكه: انت بتقول ايه بقى يا حلو؟ كنت بقول ان عمر ده راجل محترم وعسل وموز ومفيش منه. عمر بضحك: طيب عفوت عنك. ياسين وهو بيجري: ها فلكت بجلدي. بص عليه وانفجروا من الضحك. يلا بقى على شغلكم وما تنسوش ميعاد الدرس بالليل، انا كلمت حذيفه عشان يجي وعرفكم عليه باذن الله. ننسى مين يا عم؟ ده احنا اللي عرفناك على الدرس نفسه. اه دي قصف جبهه بقى. طب بره بدل ما طير جبهتك انت وهو. اطير انا بقى عشان خلصت شغل ورايح لزوجتي العزيزة. عمر بغضب مصطنع: بره بره يا الياس بره. هو عند خلود في البيت باباها بيقول لها: هتتجوزوا امتى بقى؟ عاوز اشوف حالي انا كمان. خلود بحزن: انت بتعاملني كده ليه يا بابا؟ هو انا مش بنتك؟ بلا بنتي بلا بتاع، اخلص يقول لخطيبك يخلص عشان تغري من هنا. خلود ببكاء: بالله عليك يا بابا بلاش كلامك ده، بيوجعلي قلبي والله. والدها وما تحركش حاجة في قلبه: أنا قايم من وشي. طب بعد إذنك إلياس هيعدي عليا وهنخرج شوية، براحتك أنت حرة. وبعد ساعة جاء إلياس وخرجها فعلا، بس لقاها ساكتة ومش بتتكلم.
مالك في ايه؟ خلط بابك؟ وقعدت تقول لنفسها اقول له ايه بس، اقول له ان بابايا بيكرهني؟ سلامتك يا الياس، انا بس مخنوقه شويه ومحتاجاك جنبي. الياس وهو بيطبطب عليها، انا جنبك ما تقلقيش، قال لها الكلمه ديت وانفجرت في البكاء. ابكي يا خلود، خرجي كل اللي جواكي. انا من صغري وبابا بيكرهني، بس لما ماما كانت عايشه كانت الوحيده اللي بتحبني، بس هو دايما بيعاملني وحش قوي. ساعات ابتلاءنا بيكون في اهلنا يا خلود، اننا ما نلاقيش الحضن اللي كنا بنتمناه، او السند اللي بيحمينا من شر الدنيا، او الحنيه اللي موجوده عنده. اوعى تسيبني يا الياس في يوم. ما اقدرش اسيبك يا خلود، انت بجد بقيتي عزيزه عليا جدا، ربنا يبارك لي فيك يا رب. طب يلا بقى قومي وامسحي دموعك دي عشان محدش يلاحظ حاجه. خلود بحرج، اسفه اسفه يا بنتي بهزر معاكي، بس مش عاوز حد يجي ويشوفنا كده ويقول عليه كلمه وحشه. انا مش عاوز حد يتكلم على مراتي باي كلمه. عندك حق. طب يلا بقى يا ستي عشان فاضل لنا ساعه ونروح وهوديك الملاهي. خلود بفرحه وهي عارفه ان بيعمل كده عشان يخرجها من حزنها، الياس انا معجبه بيك قوي يا الياس، وانا كمان معجب بيك يا وصيه رسول الله. وعند عائشه في البيت كانت قاعده مع ماما، ودخل حمزه. ايه ده، ايه ريحه الشياط دي؟ يا نهار ابيض، الكيكه في الفرن وانا نسيتها، عوض عليا عوض الصابرين يا رب. خرجت لهم عائشه بالكيكه وهما الاتنين الصدم، ايه اللي انت عاملاه ده؟ حمزه بيقول لها طب يا ستي بدل ما تتعبي نفسك وتتعبينا وتتعبي بطننا، طب ما اجيب لك انا من بره احسن. اوف بقى، هروح بقى عند اصحابي واكلمهم واوريهم الانجاز اللي انا عاملاه. وبعد شويه اتكلموا مكالمه جماعيه وقالت لهم ايه رايكم. طبعا البنات اتصدموا بدون اي تعليق، بس كملوا كلامهم وقعدت تقول لهم عاملين ايه مع ربنا يا بنات، بجاهد والله يا شوشو. مرنا بتقول لها حاسه ان عزيمتي بتقل، وانا كمان. ليه كده يا بنات؟ لازم ربنا عز وجل يكون رقم واحد في حياتنا، لازم نجاهد عشان الجنة، لازم نثبت على دين زي ما السيدة سمية بنت الخياط ثبتت عليه. تعالوا احكي لكم قصتها. السيدة سمية من الأولين اللي دخلوا في الإسلام، وكانت بتجاهد، وأول من أظهر الإسلام هي كانت منهم. ولما أسلمت هي وزوجها ياسر وابنها عمار وأخوه عبد الله أعرف أبو جهل، فضل يعذب في ياسر وابنه عمار في عز حرارة الشمس، وكان عذاب شديد جدا. ولما كان بيمر بيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. السيدة سمية كانت ثابتة ثبات شديد جدا على دينها، ورفضت إنها تتراجع لحد ما أبو جهل طعنها بحربة وماتت، وكملوا تعذيب في ياسر. والرسول لما كان بيعدي عليه بيقول للرسول يمشي عشان مش متحمل يشوف نظرة الحزن في عينين الرسول. تخيلوا يا بنات، متحمل العذاب لكن مش متحمل نظرة حزن في عينين رسول الله، ومات ياسر من شدة التعذيب. تخيلوا يا بنات اتحملوا قد ايه، ومتحملوش ان هم يرجعوا عندهم لحظة. احنا ما عملناش حاجة خالص لديننا، حقيقي احنا مقصرين قوي، ربنا يثبتنا يا رب على دين. وانتهت المكالمة. هو في شركة عمر السكرتير الجديد بيتكلم على الفون. يعني اعمل ايه يا بيه؟ برضه مش فاهم. انا عاوزك تسرق لي ملف اخر صفقة وتجيبهولي. بس يا عادل بيه لو مسكني هروح في داهية، ما هو كله بتمنه يا جاس، مش هتعمل حاجة ببلاش. طيب سيبني بس اخطط كويس عشان محدش يشك فيا، المهم قدامك اسبوعين ويكون عندي. حاضر يا بيه. هو قفل الخط، هو ما كانش واخد باله ان في حد سمع الحوار ده كله. نروح بقى عند ادهم ومرنا. مرنا كانت خارجة من اوضتها عشان تجيب كوباية مية، وفجأة لقيت ادهم في وشها. خضتني يا ادهم، انتي بتعملي ايه؟ انا كنت رايحه اجيب كوبايه ميه. طيب انا عاوزه اتكلم معاكي شويه. مرنا باحراج، اتفضل انا سامعاك، انا هسالك سؤال وتردي براحتك، بس بالله عليكي ما تتسرعي. انتي عاوزه تكملي معايا ولا لا؟ مرنا وقلبها بيبط بعنف، انا اصلي يعني. ادهم بحزن مصطنع وهو عارف هي عاوزه تقول ايه. ليه كل التوتر ده؟ لو مش عاوزاني قولي وهنطلق بعد كتب كتاب سارة. مرنا بخضة وبدون وعي، لا 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 لا. أدهم بندهاش من فعلتها، لقت إيه؟ لا أنا عاوزة أستمر معاك. وطلعت تجري، وأدهم بفرحة أخيرا نطقتي. وفي ملجأ الأيتام
راحت عائشة ومريم. هيه قبل عائشة ومريم جم، قبل عائشة ومريم جم. حبايب قلبي والله، عاملين ايه؟ عاملين ايه يا حلوين؟ الحمد لله. احكي لنا قصة بقى. حاضر يا حبايبي، هحكي لكم النهاردة قصة أصحاب البستان. كان في راجل صالح عنده بستان حلو قوي، والثمار اللي فيه كانت جميلة جدا، وكان كل سنة البستان ده بيطلع ثمار، والراجل ده كان بيشيل اللي كافي لمدة سنة هو وعياله، وبعدين يطلع الباقي للفقراء والمساكين. ولما الراجل الصالح ده توفى، أولاده الخمسة أخدوا البستان، وفي السنة اللي أولاده أخدوا فيها البستان طلع ثمار كتيرة جدا، أكتر من أي قبل سنة، بس طمعوا في الثمار دي وقالوا مش هنطلع حاجة للفقراء والمساكين، واتهموا أبوهم بالجنون إن كان بيطلع لهم حاجات، وأربعة منهم وافقوا على الكلام ده وقالوا مش هندي لحد، بس أخوهم الخامس مرضاش وقال لهم اتقوا الله واعملوا زي ما كان أبوكم بيعمل. إخواته ضربوه وكان هيقتلوه، فخاف ووافق على قرار، واتفقوا إن هم يروحوا البستان بس يكون في وقت ما يكونش فيه الفقراء والمساكين دولت موجودين، ويشوفوهم وياخدوا منهم المحصول. بس ربنا عز وجل جعل البستان ده أسود زي الليل، ولما شافوا المنظر ده ندموا وعرفوا إنهم غلطوا، وكان لازم يدوا المسكين والفقير حقه. الله، حلوة أوي يا أبلة عائشة. وبعديها بشوية الأطفال بصريخ هيه عمو عمر جه، عمو ياسين جه. بصت عائشة مكان ما الأطفال باصين، بس ما قدرتش تتحرك من مكانها. في إيه يا عائشة؟ مال عائشة وهي بتبص لها؟ مش معقول ده عمر؟ عمر كان في الأول مش متعرف عليها، وبعد كده أخد باله. عمر بصدمة وفرحة. عائشة عائشة وهي بتدور وشها، بس قلبها بينبض بعنف. يلا يا مريم عشان اتأخرنا. ازيك يا باشمهندسة مريم؟ ازيك يا باشمهندسة عائشة؟ مريم بحياء؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا باشمهندسة؟ عائشة وهي بتخرج، الحمد لله يا باشمهندس بعد إذنكم. خرجت وكان قلبها يقف ومش قادرة تتحرك. لا انت حالتك صعبة قوي عائشة، في ايه؟ عائشة بدموع، ده عمر؟ معقول؟ مش مصدق. يا الله انك تهدي من تشاء. انا كمان اتصدمت، بس شفتي بقى عامل ازاي؟ اللحية وعلامة الصارة، لا وغضت بصره. خلاص يا مريم مش هينفع نتكلم عنه كده، يلا نروح. وجوه اخيرا قابلتها. ما شاء الله عليك، ربنا يثبتك، يا رب اجعلها من نصيبي يا رب. انت معجب بيها عمر؟ عمر بحزن وهي بتكرهني يا ياسين، اخر مرة قالت لي انا بكرهك. طب ما تحاول يا عمر، ولو عاوزها بجد حاول مرة واتنين وتلاتة. انت شايف كده يعني؟ طبعا يا ابني، امال هتسيبها تروح لحد تاني غيرك؟ وفي النقطة ديت والكلمة ديت عمر مقدرش يتحمل، ونطق بغضب، مستحيل، انت فاهم؟ مستحيل تكون لحد تاني. اهدى يا عمر اهدى، انا بتكلم معاك بس، يلا نقعد مع الاطفال شوية وبعد كده نروح. وفي الحلقة الجاية بإذن الله استأذن حمزة ان يدخل لعائشة، وقال لها بهدوء في عريس متقدم لك عائشة. عائشة وبرفض شديد، لا يا حمزة انت عارفني مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي. حمزة وهو بيتجه للباب، خلاص انا هروح بقى اقول ان انت رفضاه. عائشة بالصريخ وبصدمة. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى مين هو اللي تقدم لعائشة؟ وايه اللي هيحصل في تحليل الدي ان ايه؟ وبقية ابطال القصة ايه اللي هيحصل معاهم؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقات الجاية. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وبشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصت عائشة مكان ما الأطفال باصين، بس ما قدرتش تتحرك من مكانها. في إيه يا عائشة؟ مال عائشة وهي بتبص لها؟ مش معقول ده عمر؟ عمر كان في الأول مش متعرف عليها، وبعد كده أخد باله. عمر بصدمة وفرحة. عائشة
عائشة وهي بتدور وشها بس قلبها بينبض بعنف. يلا يا مريم عشان اتأخرنا. ازيك يا باشمهندسة مريم؟ ازيك يا باشمهندسة عائشة؟ مريم بحياء؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا باشمهندسة؟ عائشة وهي بتخرج، الحمد لله يا باشمهندس بعد اذنكم. خرجت وكان قلبها يقف ومش قادرة تتحرك. لا انتي حالتك صعبة قوي عائشة، في ايه؟ عائشة بدموع، ده عمر؟ معقول؟ مش مصدق. يا الله انك تهدي من تشاء. انا كمان اتصدمت، بس شفتي بقى عامل ازاي؟ اللحية وعلامة الصارة. لا وغضت بصره. خلاص يا مريم مش هينفع نتكلم عنه كده، يلا نروح. وجوه اخيرا قابلتها. ما شاء الله عليك، ربنا يثبتك، يا رب اجعلها من نصيب يا رب. انت معجب بيها عمر؟ عمر بحزن وهي بتكرهني يا ياسين، اخر مرة قالت لي انا بكرهك. طب ما تحاول يا عمر، ولو عاوزها بجد حاول مرة واتنين وتلاتة. انت شايف كده يعني؟ طبعا يا ابني، امال هتسيبها تروح لحد تاني غيرك؟ وفي النقطة ديت والكلمة ديت عمر مقدرش يتحمل ونطق بغضب، مستحيل، انت فاهم؟ مستحيل تكون لحد تاني. اهدى يا عمر اهدى، انا بتكلم معاك بس، يلا نقعد مع الاطفال شوية وبعد كده نروح. وفي الشركة في مكتب الياس، عاملة ايه النهاردة يا خلود؟ بخير يا إليو الحمد لله، انت اللي عامل ايه؟ مع اني مش بحب الاسم ده، لما الواد ياسين يقولهولي ببقى عاوز اموته. خلود بضحك، طب والله ده حلو. الياس بعصبية، هو مين ده يا هانم اللي حلو؟ انت حصلك حاجة في دماغك؟ خلود بدموع، انا اقصد على الاسم والله، مش قصدي على حاجة تانية بعد اذنك. وطلعت تجري. الياس اوف بقى، اللي انا عملته ده هعمل ايه انا دلوقتي؟ والوقت ده دخل ادهم، مالك بتتشاكل مع دبان وشك ليه؟ مفيش، اتعصبت على خلود وطلعت تجري على مكتبها ومش عارف اعمل ايه. ادهم بهدوء، هو ده اللي امرك بيه الرسول عليه الصلاه والسلام رفقا بالقوارير؟ انا هروح اعتذر منها، يلا روح مستني ايه. وداخل مكتب خلود كانت قاعده بتبكي بشده. انا اسف، ما كنتش اقصد اتعصب عليك. ما ردتش خلود بس اكتفت بالبكاء. مش بتردي علي برضو كده؟ انت زعقتني جامد على فكرة. الياس وهو بيطبطب عليها، معلش حقك عليا، مش هتزعلي كده تاني؟ لا اخر مرة بإذن الله، بس لما تلاقيني كده اتعودي ان انت تمشي من قدامي عشان يحصل خير بإذن الله. بس العصبية دي غلط يا الياس. بحاول والله اتحكم فيها، اوعدك هحاول بإذن الله. خلاص ماشي، حصل خير، مش زعلانة منك. ايوة يا عادل بيه، انت مكلفني راقب ياسين بيه، بس انا حبيت ابهرك وراقبت البت اللي هتجوزها ديت، ومن كام يوم دخلت مختبر هي واحدة صاحبتها، تروح وتسأل على المختبر كانوا داخلين ليه؟ بس الموضوع ده هيحتاج فلوس يا باشا، ما تشغلش بالك بحاجة، المهم الاخبار، بكرة هقول لك كل الاخبار. وحل الليل وكانت عائشة بتبكي في القيام. يا الله يا ارحم الراحمين، ارحم قلبي يا رب، يا رب انت اللي هديته وقربته منك، فلو لي خير فيه اجعله زوج صالح ليا، ولو مليش خير فيه ارزقني بخير منه يا رب. هو عند عمر، يا رب الحمد لله على نعمك وفضلك علي، الحمد لله انك هديتني للطريق الصحيح، اجعلها لي في حلالك يا رب يا رب. ها ايه الاخبار؟ كانوا موديين عينتين يا باشا يتحللوا عشان يعرفوا هم اخوات ولا لا. بقى كده، ده طلع هيتجوز واحده بتفهم، حلو قوي اللعب ده. طب تأمرني بحاجه يا بيه؟ عاوزك بقى تخطف لي واحده يوم كاتب كتاب ياسين. انت تأمر يا باشا. وعند عائشه صاحت من النوم، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. وقامت تتوضي وصلت الضحى وخرجت لمامتها. ماما يا ماما يا ست الكل، ماما يا ماما يا ست الكل، عوض علي عوض الصابرين يا رب، واحدة مجنونة والتاني دماغه طايرة منه. طب وفين اللي دماغه طايرة منه؟ قصدي حمزة يا أمي. حمزة وهو بيمسكها من قفاها، مين ده يا بت اللي دماغه طايرة منه؟ مفيش حاجة يا حبيبي، هو أنا أقدر أقول عليك كده؟ ده أنت سيد العاقلين. بحسب. ورن تليفونه. عمور عامل ايه؟
آه تمام، هكون فاضي إن شاء الله على بعد العصر كده. محتاجني في حاجة؟ خلاص تمام يا سيدي، نتقابل إن شاء الله. عائشة بفضول شديد، مين عمور ده؟ ده عمر السيوفي، وواحد منها كوباية من غير ما تاخد بالها. أه آسفة آسفة، ما خدتش بالي. حمزة بشك، مالك اتوترت ليه كده؟ لا 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 أبدا، هو عاوزك في إيه يعني يا حمزة؟ حمزة بهزار مع أخته، يمكن عاوز يخطب أو عاوز يعزمني على حاجة كده. عائشة ودموع نزلت من عينيها غصب عنها. يخطب؟ حمزة بشك أكبر، أنت بتعيطي يا عائشة؟ سلامتك سلامتك يا حمزة، وجرت على أوضتها. أنا كنت حاسس والله، ربنا يراضي قلبك يا عائشة يا رب بالخير. يلا يا ابني السمسار مستني عشان نتفرج على الفيلا الجديدة. خلاص يا عم يلا بينا يا أخوي. بقولك إيه، مش كان المفروض جبت سارة عشان تتفرج عليها؟ مش هي اللي هتسكن فيها يا ابني؟ لا أنا عاوز أعملها لها مفاجأة يوم كاتب الكتاب بإذن الله. خلاص يا سيدي اللي يريحك، ربنا يسعدكم يا رب. أيوة رنن عليا ليه تاني؟ مش فهمتك كل حاجة امبارح. أيوة بيه، بس اللي عايزني أخطفها ديت هعرفها إزاي؟ اتصرف اعمل أي حاجة. ماشي يا بيه، سيب الموضوع علي. أنا نازلة الشغل يا بابا، عاوز حاجة؟ لا يا أختي مش عايز حاجة. بابا هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ خير، عايزة إيه؟ هو أنت ليه بتعاملني كده؟ عايزة تعرفي ليه؟ يا ريت يا بابا يمكن أرتاح. أنا ما كنتش بحب البنات وكان نفسي تطلعي ولد، بس أمك جابتك بقى هعمل إيه؟ وما خلفتش تاني، كان نفسي يكون ليا ولد يشيل اسمي. خلود ببكاء، مش كل واحد عنده ولد مرتاح يا بابا، ما يمكن الولد ده يطلع عاق، وكمان ممكن كان يبهدلك. برضه كنت عايز ولد على الأقل كان هيبقى عندي ولد تحت طوعي ويروح معايا وقت ما أحب ويساعدني في الشغل. ربنا يهديك يا رب يا بابا. وتعرف قيمتي، أنا والله بحبك أوي رغم كل اللي بتعمله فيا. بعد إذنك أنا رايحة شغل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالسلامة يا أختي. وقف كافيه على النيل، قاعد حمزة مستني عمر، وبعد لحظات جه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حمزة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. ها ايه الموضوع اللي جبتني جري عشانه؟ ومواصلات بقى وبهدلة وروح يا حمزة وتعالى يا حمزة. عمر بضحك، انت يا ابني مش عندك عربية؟ ايوه عندي، بس لازم اعيش اللحظة. انت مشكلة والله يا حمزة. طيب نخش بقى في الموضوع عشان ورايا شغل، ولو اتأخرت كده عن ياسين هيموتني. تمام اتفضل انا سامع. عمر وهو بيستجمع شجاعته، بص حمزة انا عاوز اطلب ايد المهندسة عائشة. حمزة بتفكير، والله يا عمر انا ما عنديش اعتراض، وبالذات على شخصيتك دلوقتي، انت لو كنت قبل ما تتغير انا ما كنتش هوافق عليك، لكن دلوقتي الوضع مختلف، وبرضه عائشة ليها حرية الرد يا اه يا لا. خلاص تمام، انت قول لها وانا مستني الرد بتاعك ان شاء الله. نخلص موضوع ياسين وهاجي اتقدم في البيت رسمي. خلاص تمام باذن الله. وبالليل في بيت عائشه، حمزه وهو بيدق باب اخته، شو ادخل؟ ايه ياض الاحترام ده يا حمزه؟ بضحك، انا قلت اعمل محترم بس شويه كده يعني. تعالى يا اخويا تعالى خش. ها خير، جايتك دي وراها حاجه؟ قول عملت ايه يا بنتي، انت على طول كده ظلماني. وبعدين انا جايلك عاوزك في موضوع، اسمعني بقى شويه. ماشي يا سيدي اتفضل قول. في عرس متقدم لك يا عائشه. عائشه برفض جديد، لا يا حمزه انت عارفني مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي. حمزه هو رايح ناحيه الباب، خلاص اروح انا بقى اقول لعمر ان انت رافضاه. عائشه بصريخ، استنى، عمر مين؟ عمر السيوفي. عائشه بعد مستعب وصدمه، عمر اتقدم لي؟ انت بتهزر صح؟ حمزه بمكر، ايوه وخلاص بقى اروح اقول له انك رافضاه. عائشه باندفاع، لا 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 انا ما قلتش كده. حمزه بخبص، مش انت اللي لسه قايله دلوقتي ان انت ما بتفكريش في الموضوع ده؟ عائشه بمرح، يا سيدي انا عيال وبرجع في كلامي، انت مالك بقى؟ يعني افهم من كده ايه؟ انت قلت له ايه الاول؟ انا قلت له هقول لك وبيستنى ردنا. عائشه بخجل، خلاص سيبني استخير وهرد عليك. حمزه بمكر، على فكره عائشه باين عليك قوي. عائشة بخضة، باين عليا ايه؟ حمزة بمكر، لا 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 مفيش، خلاص يا عائشة بس باين على شكلك عايزة تنامي، روحي نامي يا عائشة روحي. ويوم كتب الكتاب
هاي عائشة روحتي؟ أهو راحة بإذن الله. طب يلا هستناكي تيجي تقوليلي. تمام ماشي، يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راحت عائشة المختبر وجابت النتيجة وكلمت سارة. ها عملتي ايه عائشة؟ قلبي هيخرج من مكان. عائشة بصريخ، اخوات اخواتي يا سارة اخوات بجد، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. هتعملي ايه؟ هقول له بالليل في المسجد وهم يكونوا حاضرين، وكمان عشان اخلي مريم تجيب والدتها معاه. تمام، سيبي الموضوع ده عليا وانا هعدي عليها واروح مع بعض بالليل. وفي الحلقة الجاية بإذن الله. يا بيه، في عربية شفناها طالعة وواخدة بنتين وشكلهم مغمى عليهم. عمر وياسين بصدمة، ايه؟ وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى ايه اللي هيحصل مع ابطالنا؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقات الجاية. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويوم كتب الكتاب، هاي عائشة روحتي؟ اهو راحة بإذن الله. طب يلا هستناكي تيجي تقوليلي. تمام ماشي، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راحت عائشة المختبر وجابت النتيجة وكلمت سارة. ها عملتي ايه عائشة؟ قلبي هيخرج من مكان. عائشة بصريخ، اخوات اخواتي يا سارة اخوات بجد، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. هتعملي ايه؟ هقول له بالليل في المسجد وهم يكونوا حاضرين، وكمان عشان اخلي مريم تجيب والدتها معاه. تمام، سيبي الموضوع ده عليا وانا هعدي عليها واروح مع بعض بالليل. وفي المسجد بالليل كانت البنات متجمعين مع سارة يوم كتب كتابها، وبرضو الشباب كانوا قاعدين في مسجد الرجال. وبعد كده المأذون قال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. والشباب باركوا الياسين. بس في اللحظة دي مريم خرجت ورا واحدة تانية وراحت قايلة لها: اهو خرجنا، قولي بقى حضرتك عاوزة ايه. وجت وراها عائشة: انت رايحة فين؟ ومين الست دي؟ خرجت الست ديت بخاخ ورشت في وش مريم وعائشة: الله يخرب بيت، هو قال لنا اخده بس اعمل ايه؟ ما هي جت وراها معرفتش اتصرف. طب بسرعة نحطهم في العربية يلا. وفوق في المسجد عند البنات دخل ياسين لسارة بعد كتب كتاب: مبارك يا سارة، ربنا يقدرني ويجعلني زوج صالح ليك ويقدرني واسعدك يا رب. سارة انا عاوز اقولك ان انا معجب بيك بجد يا ياسين، يعني انت مش متجوزني بس عشان زوجة صالحة زي ما انت قلت؟ لا يا سارة، انا معجب بيكي من اول يوم اشتغلت فيه من سنة تقريبا بسبب اخلاقك. وانا كمان يا ياسين معجبة بيك قوي، ومحضرة لك كمان مفاجأة. هي ايه؟ لحظة خليك واقف هنا. تمام. وراحت سارة عشان تجيب مريم ووالدتها، بس ما لقيتش غير والدتها. طنط، هي مريم فين؟ معرفش يا حبيبتي، بقالها نص ساعة كده مختفية هي وعائشة. طب هدور عليها، وحضرتك خليكي عشان عاوزاكي في حاجة. دور الشباب والبنات على عائشة ومري بس ملهمش أي أثر. وساعتها دخل واحد: يا بيه، احنا شفنا بنتين، اتنين واخدينهم في العربية وشكلهم مغمى عليهم. عمر بفزع على عائشة: يبقى هم اللي اتخطفوا. بنتي، هتقولي بنتي؟ ياسين وهو يبص بحنين وملامح حس انه يعرفها، بس غيرها بكبر صرخ بصريخ: رجع اختك يا ياسين، رجع اختك. ياسين بعدم فهم: اخت مين؟ تقصدي حمزة؟ لا لا، مريم تبقى اختك ودي والدتك. وحكت لهم كل حاجة، والجميع كانوا في صدمة. ياسين وهو بيبص والدته وهي بتبص ليه ببكاء وقرب منها: انتي انتي امي ابني. وقعت فقدت الوعي. وبعد ساعة: انا فين؟ مريم انتي كويسة؟ عائشة احنا فين؟ ايه الضلمة دي؟ مش عارفة مريم، مش عارفة ايه اللي حصل، مش فاهمة حاجة. في واحدة جت قالت لي: فين باش مهندسة مريم صاد؟ قلت لها: انا يا فند. قالت لي: ممكن كلمة على انفراد، موضوع شخصي. فنزلت معاها ومش عارفة ايه اللي حصل بقى. احنا اتخطفنا مريم، مين اللي عمل كده وعشان ايه؟ مش عارف. انا هقول لكم عشان ايه. وفي المستشفى ياسين ببكاء: يعني يوم ما اعرف اختي تتخطف مني
وأمي تقع من طولها. وحد لا يا ياسين، ربنا مش هيضيعك أبدا، لازم تكون قوي عشان أمك وعشان ترجع أختك. يا ترى عاملين إيه دلوقتي؟ يا ترى هما فين؟ عمر بغضب اتعجب منه كل الموجودين، والله ما هسيبهم أبدا لو مسوا شعرايا منهم. ما تخافش يا ياسين، هرجع لك أختك وهرجع عائشة لأهلها وليا، وهنتقم من اللي عمل كده. طيب يا جماعة، ما نشوف إيه كاميرات حوالين المكان، يمكن نلاقي حاجة. طب يلا بينا نروح نفحص المكان، وكمان هكلم حراسة عشان تيجي تخلي بالها من البنات لحد ما نرجع. وريت يا جماعة نكون جنب بعض الفترة ديت عشان ما يحصلش حاجة. انت مين وخاطفنا ليه؟ انا قلت للبنادم اللي شغال عندي ده اني عاوز مريم بس هو جابك معاه، فمش مشكلة، زيادة الخير خيرين. عائشة بعصبية، وانت عاوز مريم في ايه؟ وانت مين اصلا؟ مش فاضي للكلام ده، انا ورايا شغل جامد قوي هيبدأ من دلوقتي. سلام يا جميلة. عائشة بصريخ، استنى استنى هنا، بقولك استنى. مريم ببكاء، طب هنعمل ايه دلوقتي يا عائشة؟ ما تقلقيش يا مريم، ربنا مش هيضيع، وكمان زمانهم قلبين الدنيا علينا. مريم بحزن، كان نفسي كل ياب او اخ يدور عليا دلوقتي. عائشة وهي بتمسك ايديها بحنان، ولو قلتلك ان اخوك بيدور عليكي دلوقتي مش فاهم. ياسين السيوفي يبقى اخوك يا مريم؟ مريم بصدمة، مين؟ ايوه، وحكت لها كل حاجة. مريم بفرحة شديدة وبكاء شديد، اخيرا اخيرا عرفت اخويا مين، يعني باش مهندس ياسين يبقى اخويا. ايوه حبيبتي، وزمانه قلب عليك الدنيا كمان، ومش هيرتاح غير لما ترجعي له تاني. انا هقوم دلوقتي اصلي ركعتين لله عز وجل بنية فك الكر. يلا وانا كمان هقوم اصلي. وفي المستشفى بعد ما فات مامت ياسين، ياسين ادخل يلا وخليك قوي، والدتك محتاجاه، حاسس رجلي مش شايلاه، استعين بالله. ودخل لمامته بدموع، مامته وهي بتحضنه، وحشتني يا ابني وحشتني قوي. وساعتها حضن مامته وقعد يبكي، اه يا امي اه، بقالي 15 سنة قلبي محروم ووحيد من غيركم، بقالي 15 سنة بتكلم مع صوركم يا امي، اتحرمت من حضنك ومن ريحتك ومن اختي، اه يا امي قلبي بيوجعني قوي، سامحني يا امي والله ما بايدي، انا ما كنتش فاكرة حاجة يا ياسين، انا بقالي 15 سنة بصحى كل يوم بصرخ وبنادي عليك يا حبيبي، انا كمان اتحرمت منك يا ياسين، ومن حنيتك ومن ريحتك وصوتك وحضنك يا ابني، سامحني. ياسين وهو بيمسح لها دموعها، مسامحك يا أم، الحمد لله انكم بخير، واختي هرجعها باذن الله، ومش هتبعده عن حضني تاني. وفيلا عمر، انا كلمت الرائد زين بس لسه ما وصلش الحاجه، انا اعصابي تعبت خلاص، ما عدتش متحمل. اهدى يا ياسين، ما تخليش الشيطان يتمكن منه، اصبر وما صبرك الا بالله. فين ايمانك مع اول ابتلاء كده؟ هتنسى نعم ربنا عليك؟ الصبر عند اللحظه الاولى يا شباب، انا عارف ان الموضوع صعب عليكم، بس فين يكونكم بالله؟ فين ايمانكم؟ فين ايمانك يا شيخ عمر؟ غصب عني يا الياس، انا قلبي وجعني قوي، اكتر واحده اتعلقت بيها في حياتي يحصل لها ده. الجميع بصدمه، مين فيهم؟ سكت عمر ومردش. وانا حقيقي لو اختي وافقت عليك هكون فرحان انها اختارت راجل يعتمد عليه ومتعلق بيها بالشكل ده، اللي يشوفك يا عمر يقول انك خايف عليها اكتر مني. محمد بفرح لابنه، ربنا يردها لك بخير يا ابني، ويرد بنت عمك بخير. حمزه بغيره، وخطيبتي على فكره، انسى الكلام ده، بقى ليها راجل دلوقتي، لما يرجعوا تيجي تتقدم وابقى اسال عليك واشوف، لولا اني مش في المود كنت قمت عطلتك دلوقتي يا ياسين. خلاص يا جماعه خلونا في اللي احنا فيه. محمد وكأن لدغه عقرب، عادل عادل ازاي نسيناه؟ اقسم بالله لو طلع هو لموته على ايدي، ازاي ما جاش في بالنا كل ده؟ اوف ايه الملل ده، مش كان سابونا الفن نقعد عليه؟ انتي محسساني ان اللي خطفنا ابن اختك، حرام عليك يا شيخ، بتضحكني في وقت ما ينفعش اضحك فيه، ما انتي بصراحه اللي دماغك طايره منك. لا يا حبيبتي انا مطمنه الحمد لله، زمان ياسين وعمر قلبين عليا مصر كلها، وحمزه كمان ولا ايه؟ مريم بحرج اكيد بيدوروا علينا سوا، وزمان عمر بيدور برضو عليا،
مريم بخبز؟ عمر مين؟ عائشة الخجل. أصل اتقدمني وأنا كنت لسه هرد عليه على حمزة، بس اتخطفنا، شكل مبصوص لي في الجوازة دي. مريم بفرح، إن شاء الله هنخرج وربنا يجمع ما بينكم في الحلال يا رب، ويجمع بيني وما بين حمزة يا رب. فينك يا حمزة تسمع؟ وداخل الشركة؟ يعني إيه؟ يعني إيه اختفى؟ جاسر بخبز، أنا آخر مرة كنت شايف ياسين بيه في مكتبك، ممكن يكون عارف حاجة اسأله. هو حد من الموظفين اللي رشاه جاسر؟ أيوة، ياسين بيه كان آخر مرة في مكتبك، ولما دخلت عليه اتعصب وقال لي اطلع بره. ياسين بصدمة وغضب، انتوا مجانين؟ أنا أعمل كده ليه؟ ما ترد يا عمر. سكت عمر وما ردش. عمر، اوعى تكون صدق، اوعى تكون عملت كده، انت كده هتنهي على كل حاجه ما بين. عمر بغضب وهو بيهجم عليه بيضربه، انت واحد خاين، استغليت اننا مشغولين بالتدوير على اختك وسرقتني، ومش بعيد كمان انت اللي عامل الحركه دي. ياسين بصدمه، هو كان هيفقد وعيه. انت مصدق اللي بتقوله يا عمر ده؟ انت يا عمر اللي تشك فيا؟ هو ده اللي ربيتكم عليه؟ هو ده انت هتصدقه يا عمر؟ محدش معاه مفتاح الخزنه غيره، مفيش غيره اللي عمل كده. مش معقول، انت يا ياسين؟ رد يا ياسين، انت فعلا عملت كده؟ وهو ليه هيرد؟ يبقى يرد بقى في النيابه. ايه؟ انا كلمت البوليس وزمانه جاي في السكه. ياسين بصمت غريب، انا اول مره اعرف انك كده يا عمر، انا اتخدعت فيك. ولسه انت لسه شفت حاجه؟ وبقى بقى شوف مين هيدور على اختك يا خاين. وفعلا اخدوا ياسين وبقى على ذمة التحقيق 4 أيام. فلاش باك، اسمعوني كويس يا شباب، دلوقتي في خاين في الشركة وأكيد تبع عادل، وأكيد هو اللي أخد الملف. أنا معرفش إيه خطته من كده، بس أي حاجة أعملها هناك محدش يعرضني فيها، تمام؟ وهو عند البنات دخل عادل وراح قايل لهم بشار، أنا بقى هكسر قلوبهم عليكم. قعدت مريم تعيط وراحت عائشة قايلة لها، ربنا مش هيضيعني، ثقي في ربنا يا حبيبتي، ده ابتلاء ربنا عز وجل عشان يعلم مدى صبرنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والشخص ده عاوز يأذينا بس ربنا عز وجل مش هيتركه. غصب عني والله يا عائشة، أنا خايفة أوي. تعرفي موقفنا ده بيفكرني بإيه؟ بموقف الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غار ثور، وكان رافقه في الرحلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما جم الكفار ووقفوا عند مدخل الغار، وقتها شعر أبو بكر بالخوف وقال للرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. رد عليه الرسول وقال له، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وورد في الآية، لا تحزن إن الله معنا. يا رب كن معانا يا رب، بإذن الله خير، وهنخرج من هنا بخير أنا وإنتي، ده ثقتي في ربنا. وبعد محاولات سارة مع أدهم عشان تروح لياسين، ساعتها راح، وأدهم كان نايم على الكنبة. سارة وهي بتقرب منه، ياسين ياسين ياسين، فتح عينه وراح قايل لها، سارة إنتي هنا؟ سارة ببكاء، ما قدرتش ما جيش أشوفك. اهدي يا سارة اهدي، أنا مش عاوزة أشوف دموعك دي، مش قادرة أتحمل إن إنت موجود هنا خالص. ايه دي؟ والله انا كويس الحمد لله، وزين باشا مقعدني في مكتبه ومفيش حد يقدر يجي جنبي اصلا. ما تنسيش ان ليا مكانتي، اوعدني ان انت هتخرج بسرعه. اوعدك باذن الله. يلا يا ساره عشان نمشي، مش عاوزك تجيبها هنا تاني يا ادهم، انت سامع؟ انا هعديلك بس المره دي عشان عارف انها زنت عليك. ساره باعتراض، بس مفيش بس، حرام ياسين السيوفي ما تدخلش اسم تاني، انت سامع يا ادهم؟ حاضر ياسين، انا قلت اجيبها لانها مش هتسقط غير لما تشوفك. كويس ان انت جبتها. ادهم بضحك، ماشي يا عم، خلاص انا مروح انا وهي. ووجه كلامه لسارة، لما اخرج باذن الله هنعمل الفرح على طول. ادهم بغضب مصطنع، ما تلم نفسك ياض، قعدت تكلمها من بدري وانا واقف. ياسين وهو بيخرج له لسانه، مالكش دعوه انت. سارة بفرحة، وأنا هستناك، كان بيقول لك إيه بقى الحلاوة ده؟ وأنت مالك، ده أنت حشرة أوي يا أخي. طب يلا يلا بقى، ما تقعدوش هنا كتير، وخليكم جنب أمي دلوقتي. حاضر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الحلقة الجاية بإذن الله، في أوضة البنات رموا حد كانوا لافينه في بطانية، عائشة وقلبها بينبض بعنف، مش عارفة، حاسة إن أعرفه. أول ما شالت البطانية عن وشه وقالت بصدمة. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. يا ترى مين هو اللي كان تحت البطانية؟ وإيه اللي هيحصل في الأحداث؟ ده إن شاء الله اللي هنعرفه الحلقات الجاية. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يومين عند البنات، وبعدين بقى احنا هنفضل هنا كتير؟ كل ده محدش عارف يوصل لنا، مش عارفة في ايه. بصي انا فكرت في خطة، انا هخبط عليهم ونقول لهم محتاجين لبسة واكلة واي حاجة، ولما يجي انت تقفي تتكلمي معه عصبية وتزعقي، وانا احاول اضربه باي حاجة على دماغه، وناخد المفتاح وتليفونه، او نعمل اي حاجة تانية. يا ريت، انا جعانة قوي. مجنونة، همك على بطنك وبس، هتشلي منك اسكتش خالص. انت يا اللي بره عاوز ايه يا بت؟ عائشة بصوت واطي، بت لما تبتك. مريم بتحكي، لو سمعك هيعلقك. اسكت انت كمان بالله عليكي. ممكن بعد اذنك تجيب لنا لبس، لان اللبس ده بقاله علينا 4 ايام لابسينه، واعمل حسابك ان احنا عاوزين اكل كمان. اجي اشتغل عندكم خدامه بالمره؟ يا ريت. بتقولي يا بت؟ لا لا لا، ولا حاجه حضرتك، ممكن بعد اذنك الحاجه. طيب هقول للباشا واشوف هيقول ايه. وبعد ساعتين اتفتح الباب. خدي الحاجة اهي، وما عدتش اسمع لك نفس، انتوا سامعين؟ عائشة وهي بتغمز لمريم. مريم وهي بتحاول تراوغ مع الراجل، بس انتم سايبين هنا كده ليه؟ ها، وبعدين انت شكلك جعان، اقعد كل معانا. عائشة وهي هتتجن من وراها، هتشل مني، هتشل اللي بتقولي ده. اقصد يعني انت جبت اللبس ده ينفعنا ولا لا؟ كان لسه هيتكلم وعائشة راحت ضربه على دماغه. لو قد فعلتها قشطة يا شوشو، هنعمل ايه تاني؟ انتي حسابك معايا بعدين. ايه الهبل اللي كنت بتقولي ده؟ الله المستعان. دلوقتي هناخد منه التليفون والمفتاح ونحاول نخرج من هنا. بس سمعوا صوت خطوات حد جاي عليهم. يا نهار ابيض، حد جه. استر يا رب، يا رب احمينا يا رب. هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفة، بس بصي انا هخبي التليفون في هدومي واحنا نحاول نستخبى في مكان. يا ولاد ال امي حسنان، غفلوك وهربوا، البيه هيموتنا. حسنان وهو بيحط ايده على راسه، اه يا ولاد ال. هو عند عمر كان قاعد مع الشباب الياس وادهم وحمزة. دلوقتي انا هتكلم وانتوا هتسمعوا، مفهوم؟ انا عارف انكم زعلانين مني، بس كان لازم اعمل كده. مش فاهم حاجة، ولا احنا كمان. انا من فترة سمعت جاسر بيكلم حد على الفون وبيقول له ان هيسرق ملف الصفقة، بس انا ما سمعتش مين الشخص ده، فحطيت ملف شبه الصفقة بس مش الملف الاصلي، وعينت عليه حراسة. وبعد كام يوم عرفت انه قابل عادل مرة، فشكت فيه وخليتهم يراقبوا الخط بتاعه، وعرفت ان عادل عاوز يفرق بيني وبين ياسين، بس البني ادم ده ضرب الضربتين في وقت واحد وفتح العيون عليه. يعني انت عارف ان ياسين ملوش علاقة؟ ايوه. طب ليه تسجنه لما هو بريء؟ كان لازم اعمل كده، انا مش فاهم حاجة خالص. انا لما رحت الشركة يومها ولقيت جسر بيتهم ياسين، فكرت وقلت ان لازم امشي على هواهم، وعشان عادل يفكر ان الخطة ماشية تمام. اتفقت مع زين ان يعمل نفسه قابض عليه وياخده معاه، ويقنع ياسين اني متهمه فعلا، لان ياسين عصبي وممكن يبوظ الدنيا. برضو عملت كده ليه؟ مش فاهم. قبل ما اروح الشركة جالي مكالمة في الطريق ان جاسر كلم عادل، وعادل قال له ان هيرن على ياسين ويهدده باخته مقابل 10 مليون، وانه يروح لوحده. وانا عارف ياسين كان ممكن يعمل كده فعلا، هو مش هيقول لحد، فانا خفت عليه واضطريت اعمل كده عشان عادل مش هيلاقي غيري وانا هقدر اتصرف معاه. طب وهو كلمك؟ لحد الان لا، بس اهو بقالنا 4 ايام فانا مستني، وكمان براقب جاسر لان هو اللي هيوصلنا ليه. طب يا ياسين هنسيبه كده؟ لازم اسيبه كده، ده الافضل ليه، لان ياسين بالرغم انه هادي بس لما بيتعصب ممكن يودي نفسه في داهيه. محمد بفزع، عمر خد بسرعه،
عمر بيه عامل ايه؟ عمر بغضب: عادل، لو مسيت شعرة منهم موتك هيكون على ايدي، انت فاهم؟ افتح السبيكر يا عمر. فتحته. حمزة بغضب: انت عارف لو قربت منهم انا هخليهم يلموا جدتك من كل حتة من البلد. عادل وهو بيضحك بشر: لا ما تقلقش، لحد دلوقتي ما قربناش منهم، بس ما فيش مانع نتسلى شوية يعني. عمر بغضب: عادل، اقسم بالله لو قربت لهم هقتلك، اتنازل عن كل املاكك كلها وهرجعهم وعليهم بوسة كمان. موافق موافق. عادل بيقول له عمر قدام البنات: ما تنساش اللي اتفقنا عليه، ان انت تنزلي على كل املاك. البنات بصدمة: ايه؟ عائشة بصريخ وهي بتقرب منه: انت بني ادم وقح. وراح ماسكها ضربها ضربة جامدة جدا لدرجة وقعت على طرف السرير ودماغها اتخبطت. عائشة عائشة فوق يا عائشة. عمر وحمزة بصريخ على التليفون: عائشة بطلي صريخ واكتمي الدم ده لحد ما اجيب دكتور، بسرعة بسرعة هتموت، وهات دكتور بالله عليك يلا. وبعد شوية الدكتورة جت: ما تلاقيش، هي بخير بس ممكن تفوق كمان ساعتين. شكرا يا دكتور. مشت الدكتور وقامت مريم اتوضت وقعدت تصلي وتبكي وتدعي ربنا ان يفك الكرب اللي هما فيه. عمر وهو قاعد: هموته، لو حصل لها حاجة انا هموته، مش قادر افضل مكاني، حاسس اني متكتف، يا رب رحمتك يا رب. حمزة ببكاء: يا ترى حصل لها ايه؟ امي لو عرفت هتروح فيها، وهي اصلا مش متحملة. الياس بحزن: مش هنقول لهم على الحتة دي، لازم نطمنهم عليها وخلاص. كلم زين يا عمر، شوف هو وصل لحد ايه، واظن ياسين ملهوش لازمة يفضل هناك اكتر من كده، اهو كلمك اهو. عمر وهو قايم: انا عاوزة كل وحدي، محدش يجي وراي. هو في المسجد كان قاعد حذيفة مع بعض الشباب، وانضم ليهم عمر. عمر حبيبي عامل ايه؟ عمر بحزن: تعبان قوي يا حذيفة، قلبي وجعني قوي، كل ما احاول اقرب منها تحصل حاجة تبعدنا عن بعض. هو معقول ربنا مش قابل توبتي وكل الابتلاءات دي غضب؟ حذيفة بهدوء: اقعد يا عمر نتكلم شوية. معقول ممكن يجي في دماغك ان الابتلاءات دي غضب؟ ده لو كان عقاب ما كانش ربنا ابتلى سيدنا ايوب 18 سنة بمرض مش موجود في تاريخ البشرية، ولا كان عقاب ولا ذنب، ولكن كان لسبب يعلمه ربنا عز وجل فقط. وبرغم الابتلاء ده يا عمر، ان ربنا عز وجل قال عليه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولا ابتلى سيدنا يونس لما ابتلعوا الحوت، تخيل حوت في عرض البحر وما قالش غير لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. مشكلة واحدة في حياتنا وابتلاء ممكن تخلي البني آدم يقول مش بشوف أيام حلوة والعياذ بالله، وما شفتش خير في حياتي. ومع ذلك عاوز أفكرك إن الجنة مش ببلاش يا عمر، والدنيا مش دايما حلوة ولا كلها أفراح ولعب وحب، لا ساعة كده وساعة كده. وربنا وقت الابتلاء بيشوف صبرك وبيشوف إيمانك، ودايما الابتلاء بيكون تخفيف ذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وحتى لو كان عقاب فده خير ليك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. عمر براحة: ربنا يفتح عليك يا حذيفة، فعلا الصحبة الصالحة نعمة، أنا لما الدنيا ضاقت عليا قلت أجيلك. شوف انت قلت ايه، ارتحت لما جيت لي، وانا يا دوبك كلمتك كلام ربنا عز وجل انزله والرسول قال، فما بالك بقى يا عمر لو رحت للملك بذات نفسه تشتكي له همك. قوم اتوضى يا عمر وصلي، وربنا مش هيضيعك وهيردهم بخير ان شاء الله. عمر بامتنان: ربنا يجازيك خير، حاضر هقوم اصلي. الله يريح قلبك يا عمر ويرد لك غائبك يا حبيبي. وفي اسم الشرطه: يا ابني ما تخليه قبلك، بقاله ساعة واقف بره، بقول لك مش طايق أشوفه يا زين. بس أنا عاوز أشوفك، اطلع بره يا عمر، مش طايقك خالص، مش طالع قبل ما تسمعني. ياسين
وهو بيضرب عمر بزعيق، انا عشان عصبيتك ديت جبتك هنا، عشان خوفي عليك، عشان عارف بتعمل ايه لما بتتعصب. انت اتهمتني قدام الشركه كلها، وأهنتني وضربتني يا عمر، جاي عاوز ايه تاني؟ جاي اخرجك وانهي اللعبه ديت، افهم بقى، انا كنت خايف عليك. ياسين بعد ما فهم، انا مش فاهم حاجه. زين بتدخل، اهدى وهو هيفهمك، وانت عامل زي هلاكو كده. كان عندك حق يا عمر لما عملنا الخطه دي، انتم هتشقطوني لبعض ولا ايه؟ ما طنطا لعبه ايه؟ هو حكى له عمر كل حاجه. ياسين بصدمه، يعني ايه انت عامل كل ده؟ عمر وهو بيقرب منه، احضنك عشان وحشتني ولا هتضربني؟ ياسين بغضب طفولي، لا زعلان منك. عمر وهو بيدغدغه، زعلانه مني يا عسل، انا ما اقدرش على زعلك يا بيضه. ياسين بضحك، خلاص خلاص مش زعلان. عمر وهو بيحضنه، انا كنت حاسس اني لوحدي وانت هنا يا ياسين. انا كنت كل يوم بعدي من قدام اسم الشرطه واقول هدخل اشوف، بس كنت مستني البني ادم ده يرن عليا الاول. ياسين بدموع، انت لما اتهمتني يا عمر انا الدنيا ظلمت في وشي، كنت حاسس ان ظهري اتكسر. انا لما جيت هنا وفكرت فيها، عقلي وقلبي رافضين انك ممكن تعمل فيا كده، اوعى تكسرني في يوم بجد يا عمر. عمر بدموع من كلامه، انا ما اقدرش اعمل فيك كده يا صاحبي، ده انت اخويا وصاحبي وحبيبي وضهري، انا بستوي بيك بفضل الله. كفايه بقى وجعت قلب انت وهو، يلا بره. ياسين وهما ماشيين هادم اللذات، ضحك عمر وراح لهم، يلا يلا نرجع لهم بقى، بس اقسم بالله لو عملت حاجه من ورا ياسين هرجعك هنا تاني، وهيكون بجد، انت فاهم؟ ياسين بخوف مصطنع، فاهم يا عم، خوفتني. ونروح لجاسر اللي نقل مامته في المستشفى بعد ما تعبت فجأة. اسمعني يا جاسر. جاسر ببكاء، سامعك يا أمي، بس ما تجديش نفسك عشان غلط، أنا دايما بنصحك إنك تتقي الله في كل حاجة، دايما كنت بقولك ابعد عن أي حاجة حرام يا جاسر عشان ربنا يبارك لك يا ابني، بس عمرك ما سمعت كلامي. قول لي يا جاسر، الفلوس اللي انت بتجيبها لي ديت وتجيب لي بيها العلاج، فلوس حلال ولا حرام؟ جاسر ببكاء، يبقى حرام يا ابني، انا كنت عارف، وعشان كده ما كنتش باخد الدواء يا جاسر، وحالتي اتدهورت، بس ما كانش ينفع اخد الدواء من مال حرام. جاسر بصدمة وكأن حد كب عليه جرد المية، يعني انا السبب ان هكون سبب في موتك يا امي؟ ليه تعملي كده ليه؟ اوعدني اوعدني يا ابني، وربنا شاهد علينا وعذابه شديد، اوعدني ان انت مش هتاخد مال حرام تاني، وهتبعد عن السكك دي، عاوز اموت وانا مرتاح. جاسر ببكاء، اوعدك يا امي اوعدك، بس اتحملي عشان خاطري، ماليش غيرك. اتفضل بره، بعد اذنك كفايه كده غلط على المريضه. جاسر وهو بيقبل راس والدته، حاضر خارج اهو. ركب جاسر عربيته وقلبه محروق على مامته، وهنا قرر يتوب لربنا عز وجل ويدخل المسجد، فباب التوبه والرجوع لربنا مفتوح في كل وقت. واللي طمنه اكتر كلام الشيخ اللي قاله، يا ابني كلنا ذنوب، ما حدش معصوم من الخطا، وربنا بيغفر. الرسول قال، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون. وربنا عز وجل قال، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. ربنا عز وجل رحمته وسعت كل شيء سبحانه، فهو الرحيم، ويمهلنا الفرص عشان نتوب، ومش بيريد بنا العذاب أبدا يا ابني. ربنا قال، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اعزم يا ابني على عدم العودة للذنب اللي عملته واندم عليه. وفعلا اتحرك وراح لعمر مباشرة واعترف له بكل حاجة، وفين مكان البنات. واتحرك عمر ليهم بسرعة، هو عند البنات. مريم انتي سامعة؟ ايوه سامعة، في صوت جاي من بره، تقريبا حد جاي. ولحظات واتفتح الباب ورموا واحد
وكان متغطي ومغمى عليه. مين ده؟ عائشة، وقلبها بينبض بعنف. مش عارفة بس حاسة إن أعرفها. طب تعالي نشيل البتاع اللي على وشه دي. عائشة كانت هتقرب منه عشان تشيلها، بس حطت إيديها على قلبها وقالت لها لا لا، سيبيه فوق، ملناش دعوة. يا بنتي البتاع دي هتكتم نفسه، حرام كده. عائشة وهي بتحاول تسحب الغطا من على وشه بصريخ مش معقول. ده باشمهندس عمر. عائشة وهي مبرقة ومش مستوعبة ايه اللي عمل فيه كده، لا يكون عمله فيه حاجة. عائشة وهي بتنكر عليها وبتقول لها ما تقوليش كده، ان شاء الله هيبقى كويس، تلاقيهم بس رشله حاجة. طب تعالي نحاول نفوق. هتفوقي ازاي يا نصح، مش هينفع نقرب منه كده. مش عارف. طب استني هو بيتحرك اهو. عمر وبيحاول يفوق. اه راسي انا فين؟ وبدأت رؤية توضح له. عمر بلهفة اول ما شافهم. عائشة، مريم، انتوا عاملين ايه؟ حد لمسكم؟ حد عمل لكم حاجة؟ احنا بخير يا باشمهندس، انت ايه اللي جابك هنا؟ كل ده وعائشة صمت مش بتتكلم. وعمر حكى لهم كل حاجة، انه راح مع جاسر عشان يحاول يمسك عادل ويوصل لهم، بس عادل كان بيهرب، جرى وراه من غير ما ياخد باله واستخبى في شنطة العربية بتاعته. والطريق كان طويل وبدأ نفسه يروح وفضل يكح غصب عنه لحد ما كشفوا عادل، والناس اللي معاه بقى يبصله بغل ويقول له أخيرا وقعت من غير حراستك ولا حد ينقذك. وهنا بخ عليه حاجة في وشه، وانتم عارفين الباقي. حسبي الله حسبي الله، الله ينتقم منه. عمر وهو بيوجه كلامه لعائشة. عائشة، عائشة في الوقت ده كانت حاسة انها يغمى عليها. عائشة بجدية، اتفضل يا باشمهندس، انت كويسة؟ عائشة بجدية، ايوه بخير. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي وهنتصرف ازاي؟ طب حد يفك لي الرابطة ديت عشان اقدر اقوم. مريم وهي بتبص لعائشة، اعمل ايه؟ فكها له. راحت مريم وهو فكت ايده وهو فك رجله. عمر وهو بيتجه ناحية الباب، انت اللي بره، انت يا الاستاذ اللي رمالها هنا، راح فين؟ بطل صريخ، ما توجعش دماغنا، دماغك ديت مرحومة مني لولا الباب ده. مريم قعدت تضحك. عائشة وهي بتبرق لها، وبعدين صوتك يا هانم. عمر بخبص، سيبها تضحك براحتها، والله دي مريومة زي العسل. عائشة بصدمة، مريومة؟ وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون عجبتكم. تفتكروا إيه يا ترى الأسباب اللي خلت عمر يتكلم بالطريقة ديت مع مريم؟ وإيه هيحصل مع عائشة وعمر؟ ده إن شاء الله اللي هنعرفه الحلقات الجاية. ما تنسوش تصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر وهو بيوجه كلامه لعائشة. عائشة، عائشة في الوقت ده كانت حاسة انها يغمى عليها. عائشة بجدية، اتفضل يا باشمهندس، انت كويسة؟ عائشة بجدية، ايوه بخير. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي وهنتصرف ازاي؟ طب حد يفك لي الرابطة ديت عشان اقدر اقوم. مريم وهي بتبص لعائشة، اعمل ايه؟ فكها له. راحت مريم وهو فكت ايده وهو فك رجله. عمر وهو بيتجه ناحية الباب، انت اللي بره، انت يا الاستاذ اللي رمالها هنا، راح فين؟ بطل صريخ، ما توجعش دماغنا، دماغك ديت مرحومة مني لولا الباب ده. مريم قعدت تضحك. عائشة وهي بتبرق لها، وبعدين صوتك يا هانم. عمر بخبص، سيبها تضحك براحتها، والله دي مريومة زي العسل. عائشة بصدمة، مريومة؟ وكملت بجدية، ما هي مش عشان بنت عمك هتقل أدبك يا باشمهندس، إلزم حدودك كويس لو سمحت. وعمر بغضب، فهي أهانته وكأي راجل ما بيتحملش الإهانة، أنت إزاي تتكلمي معايا كده؟ عشان أنت غلطان. إيه مريومة دي؟ أولا يا باشمهندس يمكن الحتة دي أنت ما تعرفهاش، مريم بنت عمك يعني مش من محارمك، يعني لا يجوز أن أنت تسلم عليها أو تناديها باسم غير اسمها ولا تنظر إليها، وأكيد عارف أن المحارم زي الأب والجد وأب الجد وجد الجد والابن والحفيد وابن الحفيد وحفيد الحفيد والأعمام والأخوال ومحرم الرضاعة وكمان زوج الأم وأبو زوجها وابن الزوج. عمر بداخله
أنا لما اخترتك عرفت إن أنت هتاخدي بإيدي للجنة بإذن الله، ما كنتش غلطان. خلاص خلاص يا عائشة، يمكن ما خدش بال عمر وهو قاعد بتعب. أنا هنام في الجنب ده وانتوا خدوا راحتكم في الباقي. تمام يا باشمهندس. وبالليل، هاي يا زين، مفيش أي أخبار؟ للأسف يا شباب، بنحاول والله، اختفوا تماما. أنا هتجنن، إيه اللي خرجوا وراهم بس؟ ممكن يكون مع البنات دلوقتي، لو عند البنات فأنا هكون مطمن. حمزة بغيرة؟ لا، مش هيكون هناك إن شاء الله. وإنت غيران ليه؟ ما هو أختي هناك برضه، وخطيبتي على فكرة، كنت لسه هخليها رسمي، بس إنت ما شاء الله ظهرت وخربت الدنيا. انسى الكلام ده، لما تبقى تتقدم لي واشوف هوافق عليك ولا لا. حمزة والغيرة بتاكله؟ يعني عمر ممكن يكون معاهم؟ محمد بعقلانية. على فكرة يا حمزة، عمر ومريم وياسين اخوات. حمزة بصدمة، ازاي اخوات في الرضاعة؟ اخوات في الرضاعة يا حمزة، ما تقلقش. حمزة بارتياح، طمنت قلبي، بس برضو اختي معاه. حمزة ده الشيخ عمر، واخد بالك؟ الشيخ عمر، مش عمر بتاع زمان. اطمن واسكت بقى. انا كلفتهم يجيبوا لي اي صورة للعربية وهبعتها لكل الكمائن عشان نعرف هم في انهي مكان. هو عند البنات عمر صح على اذان الفجر، واتوضى وبدا يصلي ويقرا من اللي بيحفظه عن ظهر قلب. صاحت عائشة على صوته، وفكرت انها بتحلم بالصوت ده اللي سمعته قبل كده في المسجد. مريم وهي بتصحى، ايه الجمال ده، ما شاء الله تبارك الله، صوت مين ده؟ عائشة وقلبها بيخبرها إنه هو عمر، وبالظبط شافته بيقرأ بخشوع. عائشة بفرحة، ده طلع هو زي ما توقعت، قلبي كان حاسس إنه هو. يا الله، طب يلا نصلي إحنا كمان. وفعلا راحوا اتوضوا وصلوا، وبعد الصلاة قعدوا يذكروا ربنا عز وجل. وبعد شوية سمعوا صوت حد جاي. عائشة بخوف، مين اللي جاي؟ مريم بزعر، مش عارفة. عمر قال لهم اقفوا ورا ظهري، يلا بسرعة. واتفتح الباب. خير؟ عاوز ايه؟ عادل بيه بعتنا نسلم عليه. عمر قال له وانا جاهز. وشوية هجم الراجل عليه، وقعدوا يتشاجروا ويتعاركوا مع بعض، والبنات قاعدة تصرخ. وبعد ما انتهت المعركة دي، الراجل بنزف من فمه، لا طلعت جديد، المرة الجاية هبقى اجيب معايا حد تاني. عمر وهو كمان بينظف من فمه، وانا جاهز. خرج الراجل ووقع عمر على الارض بتعب شديد. عائشة ببكاء، باش مهندس انت كويس؟ عمر بتعب، اه الحمد لله، روح انام انتو، انا قاعد هنا. وبعد شوية راحت البنات ونامت عائشة، بس مريم فضلت صحية، وراح مناديها عمر وقال لها، على فكرة يا مريم، انا لما قلتلك يا مريومة كنت قاصد، بس ما ينفعش كده يا باش مهندس، اسمعيني للآخر، احنا على فكرة اخوات. مريم باستغراب، ايوة يعني ايه؟ يعني انا اخوكي في الرضاعة يا استاذة. مريم بعدم تصديق، قول والله والله اخوكي. مريم بفرحة، يعني انا بقى عندي اخين؟ وراحت ماسكة اخوها حضناه. عائشة بصريخ، مريم ازاي تعملي كده؟ ها انطقي. مريم كانت هتجاوب عليها، بس عمر همس في ودنها وراح قال لها، ما تقول للهاش اننا اخوات. مريم بصوتي، تدفع كام؟ عمر وهو بيضربها على راسها، استغلالية. عائشة بتقول لها، مريم رد عليا، بقولك واحدة وابن عمها، بتتدخلي بينا ليه؟ عائشة بزعل من مريم، انا مش عارفة ازاي وثقت فيك واخترتك لاخوي، اول ما اخرج من هنا هخليه ينسى الموضوع ده خالص. مريم بحزن اللي تشوفيه. عمر اتدخل في الكلام بعد ما شوف حزن مريم، على فكرة يا باش مهندسة انت فاهمة غلط، وحكى لها كل حاجة. عائشة بأسف وهي بتبص لمريم، انا اسفة مريم. مريم بزعل، كلامك كان صعب قوي يا عائشة، تظن فيها كده وانا صاحبة عمرك وعارفين اكتر من نفسي؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال، اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. عائشة وهي بتحضنها، ما تزعليش مني، انا غبية والله، انا اسفة. خلاص مش زعلان، ما اقدرش ازعل منك اصلا. طيب ممكن تسيبوني بقى لوحدي وتمشوا مكانكم، عاوز انام. البنات قالت له، حاضر. ها يا زين، ايه الاخبار؟ عرفنا مكانهم، بس ما نعرفش المنطقه بالتحديد، بكره هتكون عندي باذن الله. يا مسهل الحال يا رب.
وفي الفيلا اللي موجودة فيها البنات، مارينا كانت بتلعب في الفون بتاعها، جالها رسالة من أدهم إن هي تخرج له بره، وبعد لحظات خرجت مارينا بخجل. أيوة يا أدهم. أدهم قال لها أخيرا شفتك، بقالي كم يوم ما شفتكيش. مارينا بخجل إيه؟ أدهم بضحك يا بنتي والله العظيم أنا جوزك أختاه حلال حلال والله. مارينا بضحك أنت دماغك طايرة منك على فكرة، أخبارك إيه الفترة دي؟ والله مخنوقة قوي على البنات وزعلانة على حال والدته، ربنا يصبرهم. هانت زين إن شاء الله قريب هيوصل لمكانه. يا رب يا رب يا رب. يلا ادخلي بقى وخلي بالك على نفسك. مرنا بخجل وانت كمان، وطلعت تجري. أدهم بضحك طفلة قوي. امجي بقولك اوعى يا عمر تمجي، بالله عليك اوعى تتنازل عن كل أملاك، الشباب بره وهيتصرفوا بإذن الله. اخرس يا بنت انت. عمر بغضب اياك اياك تكلمها كده تاني او ترفع عينك في عينيها، فاهم؟ ولا مش هتطول مني حاجة خالص. انا هسيبك دلوقتي شوية تفكر وتعقلها في دماغك. سلام يا عمر بيه. عمر وهو قاعد هو حاطط ايده على راسه، انا كنت غبي لما مشيت وراه، لو كنت بره دلوقتي كنت قدرت اتصرف. عائشة بتقوله الكلام مش هيفيد بحاجة غير انه هيتعبك، في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باش مهندس تلفونك معاك ولا أخدوه برضو؟ أخدوه للأسف. طب هنتصرف إزاي دلوقتي؟ هنفضل هنا كتير؟ أنا متأكد بإذن الله أنهم هيوصلون. زين بفرح وهو داخل القصر، خلاص عرفت طريقهم. طب يلا مستنيين إيه؟ القوة بتجهز وهنطلع على الفجر بإذن الله، إحنا جايين معاكم. ها فكرت ولا لسه؟ آه فكرت ومش همضي، واللي عندك اعمله. أنت اللي جنيت على نفسك. العمر واحد والرب واحد، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عادل وهو بيخرج سلاحه وبيصوبه ناحية قلبه، اتشاهد على روحك وفرغه في قلبه. عائشة بصريخ عمر. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. يا ترى اللي حصل لعمر ده إن شاء الله اللي هنعرفه الأحداث الجاية. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت ولا لسه؟ اه فكرت ومش همضي، واللي عندك اعمله. انت اللي جنيت على نفسك. العمر واحد والرب واحد، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. عادل وهو بيخرج سلاحه وبيصوبه ناحية قلبه، اتشاهد على روحك وفرغه في قلبه. عائشة بصريخ عمر لا عمر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقي يا عائشة، ده كابوسي حبيبتي. عمر وقلبه مخلوع من مكانه. فوقيها مريم حرارتها عالية قوي مش راضية تفوق. عمر بهلع يعني ايه؟ طب انا هديكي ظهري وحاولي تشيلي لها الطرحة وتشربيها شوية مية. مفيش فايدة، دي بتهلوس جامد قوي. عائشة في توهان اثناء نومها. عمر لا ابعد عنه ارجوك، من فضلك ابعد عنه. عمر بفرح انها بتنادي عليه وحزن على حالها. انا هروح انادي حد ممكن يجيب دكتور. عمر وهو بينادي انتم يا اللي بره، انت يا استاذ انت ما ترد. عاوز ايه يا جدع انت بتصرخ ليه؟ عاوزين دكتور، واحده من البنات تعبانه. طب انا جايلك اهو. وبعد دقيقتين دخل الرجل. ها فين الست هانم دي؟ عمر بغضب اتكلم عدل انت فاهم، وسع من وش انت كمان، خلينا اشوف مالها. كان الراجل لسه عليه يلمس وش عائشه، ولكن فجاه عمر ضربه ضربه وودته اخر الممر. اوعى تمد ايدك عليها تاني، اوعى انت سامع؟ خلاص عنها ما فائت. وخرج وقفل الباب. مريم ببكاء وبعدين هنعمل ايه؟ انا هجيب حاجه احط فيها ميه واعمل لها كمادات. ماشي اتصرف بسرعه بالله عليك. فضل عمر يدور في المكان لحد ما جاب حاجه وحط فيها ميه، بس ما لقاش حته قماشه، راح قطع حته من العباية بتاعته. اوف انت كده هتبرد.
ما تقلقيش، انا هبقى كويس باذن الله. خدي بس واقعدي اعملي لها الكمادات ديت وخلي بالك منها. فضل حال عائشه تقريبا حوالي ساعتين بالشكل ده، كل شويه تقوم وتناجي على عمر وتنام تاني. اما هو راح اتوضى وصلى وفضل يدعي لها. ها يا شباب، جاهزين؟ جاهزين باذن الله. اتفضلوا بقى البسوا واقي الرصاص ده عشان لو اتضرب نار. انتم اصلا مش هتنزلوا من العربيه بس احتياط. اخدوا الشباب ولبسوه، وياسين قال لهم يلا نصلي قبل ما نروح ركعتين قضاء حاجه، وندعي ربنا عز وجل ان ييسر الامر. ايه الصلاه دي؟ دي صلاه بيلجا ليها المسلم وقت الشدائد والمحن عشان ربنا عز وجل يقضي حقته او يرفع عنه البلاء او يفرج عنه الهم والضيق الشديد. وبيتضرع بيها العبد المسلم لربنا عز وجل لو تعرض لضيق من امر من امور الدنيا. وصلاه الحاجه لازم العبد يكون فيها على يقين ان ربنا عز وجل هيستجيب دعاء، لان ربنا عز وجل قال انا عند حسن ظن عبدي بي. كمل ادهم الكلام وراح قايل عن النبي عليه الصلاه والسلام من كانت له الى الله حاجه او الى احد من بني ادم فليتوضا فليحسن الوضوء ثم فليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. والياس راح مكمل كلام ادهم وكمان اسالك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلام من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. طب يلا يا شباب، يلا نصلي مع بعض. وتوضوا وصلوا وفضوا يدع ربنا عز وجل وتوكلوا على الله. وبعد ساعة فقت عائشة مريم وعينيها فيها أثر البكاء، حكت لها كل حاجة. عائشة بخجل يا نهار أبيض هيقول عليا إيه دلوقتي؟ اسكتي، ده واحد دخل وكان هيمد إيده عليكي وعمر اداله بوكس إيه طيره آخر الممر. عائشة قعدت تضحك، إما عمك ده هلاكو. طب هلاكو ولا كنت سبته يمد إيده عليكي؟ عائشة بخجل إنه سمحها وبجدية شكرا لحضرتك. وبعد ساعة سمعوا صوت ضرب نار بره. مريم بفزع يا نهار أبيض مين دول كمان؟ عمر بخوف عليهم استخبوا هنا اوعوا تطلعوا مهما كان. عائشة من جواها كانت مرعوبة جدا على عمر. وشوية اتفتح الباب ودخل اتنين ملثمين. انزل على الارض يلا وارفع ايدك، انتم مين؟ احد الملثمين قال له معقول مش عارف؟ زين. ودخل اليهم تصدقوا بالله انا عيل اني جبتكم معايا، اللي نزلكم من العربية؟ ما قدرناش نقعد. عمر وهو بيبص لهم بغضب مزيف هو انتم؟ ياسين نو هو بينط عشان يحضنه وحشتني قوي. عمر بفرحه وانت كمان يا عم ابعد ايدك خلينا اسلم. عمر وهو بيحضنه الحمد لله الحمد لله. فين البنات؟ مخبيهم هناك. حمزه وياسين جروا عليهم. عائشه اطلعي ده انا. عائشه بفرحه شديده وهي بتحضن اخوها وحشتني قوي وماما وحشتني قوي انت عامل ايه؟ حمزه بدموع الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله انا بخير. أما مريم وياسين كانوا قاعدين يبصوا لبعض بصمت رهيب. ياسين وتقدم منها مريم. مريم ببكاء اتأخرت عني ليه؟ ياسين وهو بيحضنها بشدة هو كمل ببكاء أنا مش مصدق نفسي، معقول أختي بعد السنين دي كلها ترجع؟ مريم ببكاء أنا مش فاكرة أي حاجة كانت بيننا، أنا كنت صغيرة كان لسه عندي 5 سنين بس اللي أنا حاسة حضنك ده دلوقتي بيأكد لي إنك فعلا أخوي. أنا حاسة إني مسنودة وحاسة إن أنا في أمان ومش خايفة من أي حاجة. ياسين بيطمنها وبيقول لها وأنا وعدك إني مش هبعد عنك تاني بإذن الله ومش هسمح لحد يبعدك عني تاني وهكون ليكي دايما السند والظهر اللي تتحمي فيه. طب يلا نخرج من هنا. قبضته على عادل؟ أيوة من حظ إنه كان لسه جايلك وإحنا بنهجم واتمسك. عمر براحة الحمد لله يلا نخرج. حمزة مسك أخته وياسين مسك كمان أخته وخرجوا. وعادل بغضب
لو فاكر إن كل حاجة خلصت يا عمر تبقى بتحلم. ربنا المستعان، وما الله بغافل عما تعملون. وعلى سهو شد عاد المسدس من الضابط اللي كان واقف جنبه، وكان لسه هيضرب زي اللي لحقه وضربه على راسه، وانتهت حكايته. بس ما انتهتش عند ربنا عز وجل. الفاسد والظالم عذابه شديد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. روحوا الابطال وهم فرحانين انهم شافوا بعض على خير تاني. رجع الياس ومامته شقته، وخلود رجعت لوالدها، وادهم وسارة ومرنا رجعوا مع بعض، وحمزه اخد مامته واخته، وكل واحد راح على بيته. اما ياسين ظبط الفيلا وعمل جناح لاخته وامه، والدنيا ضحكت لهم اخيرا. وعائشه وافقت على عمر وحدته كتب الكتاب بعد اسبوع، وفرح ياسين والياس وادم هيعملوا معاهم بعد شهر. وفي الحلقه الجايه باذن الله، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهنا تكون انتهت قصتنا النهارده. اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى مين اللي هيكون كاتب كتابه النهارده؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقه الجايه. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وبشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعادل بغضب، لو فاكر إن كل حاجة خلصت يا عمر تبقى بتحلم. ربنا المستعان، وما الله بغافل عما تعملون. وعلى سهو شد عاد المسدس من الضابط اللي كان واقف جنبه، وكان لسه هيضرب زي اللي لحقه وضربه على راسه، وانتهت حكايته. بس ما انتهتش عند ربنا عز وجل. الفاسد والظالم عذابه شديد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. روحوا الابطال وهم فرحانين انهم شافوا بعض على خير تاني. رجع الياس ومامته شقته، وخلود رجعت لوالدها، وادهم وسارة ومرنا رجعوا مع بعض، وحمزه اخد مامته واخته، وكل واحد راح على بيته. اما ياسين ظبط الفيلا وعمل جناح لاخته وامه، والدنيا ضحكت لهم اخيرا. وعائشه وافقت على عمر وحدته كتب الكتاب بعد اسبوع، وفرح ياسين والياس وادم هيعملوا معاهم بعد شهر. ودخل شركة السيوفي، عمر كان منشغل بالملفات اللي قدامه لحد ما الباب خبط. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا ابني فينك، وحشتني. عمر وهو بيحضنه، زيفو وحشتني قوي، وانت كمان والله يا حبيبي. طمني عليك، انت عامل ايه؟ بخير الحمد لله. ايه الزيارة الحلوة دي؟ حلمت بيك امبارح وجيت في دماغ النجا اشوفك. خير الحلم ايه بالظبط؟ هقول لك يا حبيبي. طب احكي لي بقى، حلمت ان انت شايل ولدين شبه بعض وكانوا حلوين قوي تبارك الله، وكنت قاعد تحفظهم القران، فلما سالتك مين دول قلت لي دول اولادي. عمر ببهجه من الحلم، ربنا يجعله حقيقه يا حذيفه، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم امين يا حبيبي. اتفق عمر مع الشباب ان هو عازمهم عنده في الفيلا، واتصل ادم بحمزه عشان يروح معاهم. وعمر قلبه مشغبه، الواد كبر بقى وبقى شايل المسؤوليه. كبرت يا بيضه؟ حمزه بضحك، انتم شكلكم ما خلصين شغل ورنين عليا تقرفوني صح، وانا اصلا خلق في مناخيري. ياسين بمزاح، طب اجيب لك منديل طيب وتتصرف. خد بالك بقول لك خلق في مناخيري. طيب هاته. ايه ده يا عم، خلقك يا حاج. الشباب قعدوا يضحكوا، وحمزه راح قال له انت فظيع والله، خرجتني من المود. انا قلت اكلمك اقول لك ان عمر عازمنا النهارده على الغدا، وهنكمل السهر عنده في الفيلا، وهنلعب بلاي ستيشن ان شاء الله. هتيجي ولا لا؟ طبعا يا ابني انا جاي، راكب في اي حاجه طالما ما فيهاش فلوس. قعدوا يضحكوا، وعمر قلب جديه مصطنع بعد المكالمه، مش كفايه هزار ولا ايه؟ وكل واحد على شغله. حاضر يا فندم، نازل على مكتبي اهو. حاضر يا باشمهندس، من غير ما تبصلي رايح اهو.
عمر بعد ما هرب الشباب، يا سلام، الواحد حاسس انه مسيطر. وعند البنات اتفقوا ان هما يروحوا الدار. واحده من البنات قالت لها: وحشتني يا عائشه، وحشنا كلامك، كنت فين؟ رجعت ليكم اهو بفضل الله. تحبوا بقى نتكلم عن ايه؟ بصي، انا بكل ما اكلم واحده من صاحبتي واقول لها ان ده حرام او ما ينفعش، تقول لي ما الناس كلها بتعمل كده. عائشه بابتسامه: بصي يا جميله، مش معنى ان الناس كلها بتعمل الحاجه ديت يبقى انا كمان لازم اعملها. لا، مفيش حاجه اسمها كده. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني الشخص اللي انا اتحججت بيه ده مش هيشفع لي عند ربنا، مش هيجي يقول لربنا يوم القيامه انا اللي قلت ليها ما تعملش الحاجه دي، الناس كلها بتعملها، او انا اللي قلت ليها ان الموضوع ده عادي ما فيهوش حاجه. ما فيش حاجه اسمها كده. كل واحد هيجي لوحده يوم القيامه ويتحسب بمفرده ربنا عز وجل قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلام الناس أو اللي بتعمله الناس، كل واحد هينزل في القبر لوحده. كل واحد فينا هيتسأل عن نفسه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مش كل لما أشوف واحد بيعمل حاجة أقول إشمعنى أنا؟ مش لما أشوف واحد بيسمع أغنية أقول ما هو بيسمع هو إشمعنى أنا بقول حرام؟ لما أشوف واحد بيتفرج على مسلسل أقول ما هما بيتفرجوا والدنيا حلوة هي؟ لما أشوف واحد بيحب في علاقة حرام أقول ما هو بيعمل كده؟ إيش معنى أنا؟ مفيش حاجة اسمها كده يا بنات. طب لما كل حاجة مش وراها ونستسلم ليها، يبقى إحنا عملنا إيه عشان ربنا؟ يبقى إحنا جاهدنا إزاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة جاهدوا كتير عشان يوصلوا لنا الدين. الرسول اتسب واتهان واتشتم عشان يوصل لنا الدين، والصحابة اتعذبوا وتهانوا عشان برضو الدين. بس يا ترى احنا عملنا ايه؟ فوقوا بالله عليكم. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. البنات بتأثر، ربنا يهدينا يا رب. يلا بقى حبايبي، استودعكم الله. هو عند الشباب في الفيلا جون. علمت عليك يا حمزه. اسكت يا عمر بالله عليك، وقسم بالله ما تغاظ منك، ده انت حريف يا جدع. عمر بفخر مصطنع: ها، امال ايه؟ فاكر ايه يا ابني؟ مين هيخش قصادي تاني؟ ياسين بيغمز للشباب وراح قال: اصلا احنا هنطلع الجنينه نتمشى شويه. عمر بشك مش مرتاح لكم. حمزه ببلاها تلاقيهم رايحين للبنات عند ماري. يخرب بيت كده، انت ما بيستخباش في بقك فوله؟ بقى كده عاملين فيها مراهقين منك ليه؟ انا لا خالص، ده انا كنت رايحه اطمن على اختي. وانا كمان يا عم. وعمر الالياس: طب وانت رايح ليه بقى؟ رايح اوصلهم. ضحك الشباب وراح حمزه يقول لهم: طب انا كمان اختي رايحه هناك، لما اروح معاكم بقى. عمر بلهفه: بجد؟ طب انا عاوز اروح اطمن على مرات عمي. ياسين بتبريئه لحمزه: اختك برضه مكانك، وما تخرجش بره الفيلا، انت فاهم؟ حمزه لعمر: وعمر يقعد معايا. انت مالك يا عم بيا؟ ده انت رخم قوي. بس ايه كل ده؟ محمد بيقول لهم: العيال اتقبلت، طب ما حدش بقى منكم خارج. يلا. ياسين بيمثل البكاء: لا بالله عليك يا عم، سيبنا نروح. محمد بيقول لهم: 10 دقايق بس وتكون هنا. وبعد ايام اتفقت ميرنا مع ادهم ان هي تروح لعمها عشان وحشها قوي. خبطت على الباب وفتحت مرات عمها: مين؟ ازيك يا مرات عم؟ عفاف بشر. انت قلنا جابك يا بات، جات جابلنا العار بعد ما هربتي؟ مرات عمي لو سمحت، ملهوش لزوم الكلام ده، انا عاوز اشوف عمي. عفاف كانت لسه هترد بس لقيت عمها جايب الكرسي بتاعه. عمو، وحشتني قوي بنت الغالي، عامله ايه يا حبيبتي؟ حقك عليا يا حبيبي، والله كانت الظروف ومعرفتش اجيلك خالص. ادهم كان سايب لها الحريه، هو مش راضي يتدخل وواقف بره. عمها وهو بيبص له: اهلا يا ابني، عامل ايه؟ الحمد لله يا عم. طب يلا ادخلوا حبايبي. عفاف بشر: تدخل فين؟ مش هتخش في حته، يبقى تسيب ابني
وتروح تتجوز ابو دقن ده وتلاقيها كانت متظبطه معاه من الاول. ادهم بغضب: اقسم بالله انا محترم الراجل اللي قاعد، وكمان انا وعدت ميرنا انها اكون هادي. عفاف بغل: والله بيتي وانا حره فيه. الحاج عبد الله بتعب: اسكتي بقى، اسكتي وادخلي جوه يلا. عفاف بغل: ماشي يا عبد الله ماشي، اتفضل يا ابني اقعد. قعدت ميرنا وادهم وحكت لعمها اخبارها اللي فاتت. بس الوقت ده دخل مصطفى. ميرنا وهي بتبص لادهم بخوف وخايفه: اهلا اهلا بالست هنم اللي طفشت. اخرس يا قليل الادب، انا لولو في بيتها كنت عرفتك مقامك كويس. مصطفى وهو واقف على السلم من بره: اهي يا ناس اشهدوا، الست هانم جايه وفي ايديها راجل. سكان العماره بدات تتكلم: اخسى عليها، هو حد من الجيران؟ ربنا يستر على ولايانا، ربنا يستر على بلدنا، وعملنا فيها شيخه ومستخبيه في النقاب، يبقى مرات عمها اللي قالته ده صح. ميرنا كانت منهاره من البكاء على الابتلاء اللي هي فيه. ادهم بصوت عالي: سمع كل اللي في المبنى، ياللي انتوا بتتكلموا عليها ديت دي ست البنات، وانا جوزها على سنة الله ورسوله، وهي لما مشت مشت عشان الاستاذ اللي قدامكم ده كان جابرها على الجواز منه بالغصب. ترضوا حد يعمل في بناتكم كده؟ ترضوا حد يتكلم على بناتكم كده؟ وقبل ما تتكلموا ربنا عز وجل وعد بالعذاب اللي بيرمي المسلمين بالباطل وبيعيب فيهم. ربنا عز وجل قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أم مصطفى بغل: هو دخول الحمام زي خروج ولا إيه؟ عاوز إيه يعني؟ أم مصطفى بغل خرج مطوة وراح غرزها في بطن آدم ووقع على الأرض. قعدت ميرنا تصرخ وخرجت تليفونها بسرعة وكلمت البنات عشان حد من الشباب يجي ياخده، وفعلا نقلوا المستشفى. وفي المستشفى دخل آدم العمليات وطلع الدكتور: ها إيه الأخبار؟ الطبيب بأسف: البقاء لله. سقطت ميرنا وسارة وأغمى عليهم وركبوا لهم محاليل. أما حمزة كان مش مستوعب: أدهم؟ أدهم مشى؟ أدهم مات؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. يا الله يا الله. عمر بصدمة: أنا مش عارف أقول إيه. خلاص كده الحياة بسهولة؟ خلاص كده الموت في لحظة كده؟ يا الله رحمتك بينا. ياسين وهو بيبكي بشدة: يا رب يا رب رحمتك. دقايق وخرج دكتور تاني غير الدكتور الأول: عمر بيه الحمد لله صاحب حضرتك زي الفل، وشوية وهيروح غرفة الإفاقة. الشباب وكأن نزل عليهم مية مطلقة: إيه إلياس؟ وهو بيمسح دموعه: أنت قلت إيه؟ الطبيب بيضحك على حالهم: الحالة مش مستاهلة كل ده، شكلكم بتحبوه. ياسين بصوت مبحوح من البكاء: بس الدكتور اللي خرج دلوقتي قال لنا انه توفى. لا دي حالة تانية وقالها جايين في الطريق. عمر وبيصغر: ربنا عز وجل الحمد لله يا رب الحمد لله. وبعد ساعتين فأدهم: حمد لله على السلامة يا أدهم، حمد لله على سلامتك يا دومي، حمد لله على السلامة اللي موقع قلبنا، دومي حبيبي اللي مقدرش يبعد عني ويسيب أخوه لوحده. أدهم بتعب: هو إيه اللي حصل؟ مفيش، أنت في نص الطريق كده فصلت مننا وكنت هتموت. لا وما كفاكش، يخرج الدكتور من العمليات يقول إن المريض اتوفى، وتطلع حالة تانية معاك جاية في نفس الأوضة، وطبعا ما وصفلكش حالة أختك وحرمك عاملة إيه. هما عاملين إيه صحيح؟ ها؟ بخير الحمد لله، سارة زمانها جايلك. أدهم بقلق: ومرنا فين؟ برضو معرفوش يردوا عليه. بالله عليكم مش قادر أتكلم، فين ميرنا؟ أصل هي فقدت النطق وعندها انهيار ومديانها مهدأ. عمر بتبرئة الحمزة: ده انت فظيع، أقسم بالله انت فظيع. ياسين وهو بيدوس على رجله: لما أخرج برا هعلقك. حمزة ببلاها: أنا ما عملتش حاجة. أدهم وبيحاول يقوم: آه إلياس بلهفة، عاوز إيه طيب؟ هروح لميرنا؟ أنت اتجننت؟ لا طبعا يا أدهم ما ينفعش، جرحك كده ممكن ينزف. هروح يعني هروح، انت فاهم؟ طب حد يشيلك بقى. وكلهم بصوا لعمر: ايه مفيش غير ولا ايه؟ بالعضلات ديت
لا مفيش غيرك، ده انت وحش يا جدع، يلا يا بطل شيل. عمر بضحك وهو بيفتكر لما عائشة قالت عليه هولاكو، وراح قال لهم اه ما انا هولاكو. الشباب باستغراب، ايه؟ لا 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 مفيش يا اخويا منك ليه. هو شال ادهم وودى عند ميرنا، وفي اوضه ميرنا اللي في المستشفى سارة اول ما شافت ادهم جرت عليه وخدت اخوها بالحضن. اه يا بنت الجرح هينزف، ايه اللي جابك هنا؟ البعيده تفهم. طب تعالى بقى اقعد على السرير وانا هنام على الكنب. طب سنديني. وبعد ساعه صاحت ميرنا وراحت قايله بلهفه، ايه ده، هو انا كمان مت معاك ولا ايه؟ هو انا هنا ازاي؟ لا مش مهم، اهم حاجه انت هنا ومعايا. بس انا معاكي فعلا ما متناش. ميرنا بعدم تصديق قول والله. ادهم بضحك والله ما متنا. ميرنا ما كانتش مصدقه. انت كويس صح؟ بالله عليك انت كويس؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله، ربنا يجعل الابتلاء ده في ميزان حسناتنا. وخرج ادهم وميرنا من المستشفى، وادهم هيكمل علاجه في البيت، اما ابن عمها اتحكم عليه وبكده خلصنا منه، وده اخرة الطاغي في الارض، ومش عامل حساب لحد ولا ربنا عز وجل، مسيره عذاب شديد. وفي يوم كتب الكتاب عائشة قاعدة في المسجد متوترة جدا وعمالة تكلم نفسها، معقول؟ معقول هتعامل مع راجل تاني غير اخويا؟ معقول هتعامل معاه كده بحريتش عادي؟ قطع تفكيرها كلام مريم اللي قالت لها، نفسي اعرف هو ياسين ليه صمم ان البس دريس انا كمان؟ هو حد قال لهم ان العروسة؟ عائشة بخبص، يمكن. ماضت عائشة على عقد الزواج، ومامة مريم راحت قايله لها انت كمان هنا. مريم ببالها ها هو مين؟ والدتها راحت قايله لها حمزة كان مخطط هو واخوكي، وكاتب كتابك يكون مع عائشة. بجد بتهزروا صح؟ يلا يا بنتي بقى. المأذون بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وبارك لهم البنات. وشوية عائشة لقت حد جاي لها وماسك جواب. تنت اتفضلي يا علوسة، الجواب ده ليكي. فتحت عائشة الجواب ولقيت مكتوب فيه، وأخيرا ربنا عز وجل جمعنا مع بعض، ده أنا ياما ضيعت في قيامي، ربنا يجعلك زوجة ليا، مستنيكي تحت يا زوجتي العزيزة. عائشة كانت هتموت من الفرح، واستأذنت والدتها ونزلت وقابلت عمر، وراح قايل لها مبارك عليا انت يا عائشة. عائشة بخجل الله يبارك لي فيك يا باشمهندس. عمر بمرح ده المأذون لسه ماشي والله، باشمهندس مين ده؟ عائشة بخجل تمام يا عمر. عمر بفرحة يا الله، طب يلا بقى اركبي عشان ما توقفيش في الشارع. طب هقول لحمزة، قلت له والله هو اصلا مش فاضلنا، وركبوا العربية. عائشة بمرح طب يلا بينا بقى يسطى على الكورنيش. عمر مش مصدق، انت عائشة؟ معقول بتهزري وتضحكي معايا كده عادي؟ يا ابني انا اصلا هايف، بس ما ينفعش اروح اقول لك الكلام ده. عمر مش مصدق نفسه. دي عائشة اللي كانت مصدرة الوش الخشب، حتى بعد ما وافقت عليا في الخطوبة ما رضتش تكلمني غير بعد الكتاب. كمل كلامه مع عائشة وراح قايل لها، انت لما جيتي للمكتب وشفتك انا كنت فرحان جدا من جوايا، وانت بتبقي موجودة بحس اني مطمن، ومن يومها كنت بدعي ربنا بيكي يا عائشة. عائشة وقلبها بينبض، انا طول عمري محافظة على مشاعري لزوجي، ووعدت نفسي لما نتقابل مش هبخل بيها عليك ابدا، انا معجبة بيك قوي يا عمر. يا الله اخيرا نطقتي، بس هتسمع الناس بينا، ربنا يجعلني زوج صالح ليك يا عائشة يا رب. اوعدني يا عمر، اوعدني انك دايما تزود ايماني، مش هتنقصه، وتكون سندي، وتاخد بايدي الجنة، وتكون قدوة لأطفالنا وليا كمان. اوعدك يا عائشة، ربنا يبارك لي فيك يا رب يا شيخ عمر. وعند مريم جات لها رسالة على الفون بتاعها، انا عارف اني مجنون وانها حركة مجنونة، بس انا كان لازم اعمل كده، لازم تكوني حلالي عشان حقيقي انا صبرت كتير قوي. وانزلي يلا انا مستنيكي. مريم انا معجب بيكي. مريم بصدمة بتقول ايه؟ حمزة بضحك قوم يا بت روحك، مالكيش في الرومانسية خالص. ايام واتجوز الابطال ياسين وسارة والياس وخلود وادهم وميرنا وحمزة ومريم، وطبعا عمر وعائشة، وربنا رزقهم بالذرية الصالحة وعاشوا
أحلى حياة سعيدة طيبة في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهنا انتهت قصتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. انتهت بأحزانها وأفراحها، كانت بدايتها الدنيا ونهايتها بإذن الله جنة الفردوس. ربنا ينفعنا وإياكم بكل اللي فيها، وبنشكركم على تشجيعكم لنا طول الحلقات اللي فاتت، وانتظرونا في قصة جديدة بإذن الله. بس ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.